السلام عليكم يا حبايبي، تعالوا نشوف هنا طبعا اول ظهور لصابرين بعد خلع الحجاب. ظهرت الفنانه صابرين لاول مره بعد خلع الحجاب اثناء تسليمها جائزه مهرجان نجم العرب الذي اقيم مساء امس باحد الفنادق القاهره. كما نشرت الاعلاميه بوسي شلبي صوره اخرى للفنانه صابرين عبر حسابها على انستغرام، وظهرت صابرين بلوك جديد في الصوره، وعلقت بوسي شلبي قائله انتظرونا في لقاء خاص مع صابرين. يذكر أن صابرين قررت الشهر الماضي خلع الحجاب ونشرت صورة لها عبر حسابها على انستغرام، ما حدث حالة كبيرة من الجدل، يعني حدث حالة كبيرة من الجدل. طبعا ده يا حبايبي كان أول ظهور لصابرين بعد ما خلعت الحجاب زي ما احنا شفنا كده في الصور معانا. والله بجد انتوا رأيكم يا حبايبي؟ بجد فعلا شكلها بقى مش حلو خالص، مش زي الأول خالص يعني. اتمنى كده يا رب كده يا حبايبي تكونوا كده بخير وصحة وسعادة دايما، وان شاء الله لو في جديد بحاول اقدمه على قناتي عالم منوعات. واهلا وسهلا بكم، وشكرا يا حبايبي على المتابعة واللايكات والتعليقات الحلوة الجميلة، وان شاء الله كده مزيد من التقدم لكل القنوات مش لقناتي انا بس. اتمنى لكم كل خير وصحة وسعادة يا حبايبي، مع السلامة. ما هي مش تعبت بقى، خلاص كده يا اصلا ما كتير عايز يتبقى تتهرس بقى.